فيني مشغول البال، والحمد لله عايش متشكر قوي على السؤال، انما انت ما قلت ليش عامل ايه من بعدي، يعني بجد عرفت عايش خدت خلاص على بعدي، انما انت ما قلت ليش عامل ايه من بعدي، يعني بجد عرفت عايش خدت خلاص على بعدي. عرفت عايش خدت خلاص على بعدي. وقليل